الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق قبل قليل شوطنا التاسع لنتابع معكم منافسات هذه الفترة المسائية وانطلاقات الكبار مع منافسات سن الثنايا الابكار. لنبدأ بحضراتكم مع الأسماء الخمسة الأولى لنتابع ماذا تجري من أمور على أرضية ميدان التحدي، من تحديات مستمرة ومتواصلة من الصغار حتى الكبار وحتى منافسات هذا اليوم. لنبدأ مع هذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة التي تزين أرضية هذا الميدان بمنافستها بحضورها الكبير في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. لنبدأ مع المركز الأول لنتابع على الصدارة المملكة لسعيد بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري على المركز الأول وشعار العبيد يسيطر على المقدمة منذ البداية، وسعيد بن هديبان المري من يتابع المملكة بعملية التضمير. المركز الثاني أتابع على ثاني المراكز انطلاقة وتقدم جبارة حمد بن سالم بن سليم الشيبان الكتبي على ثاني المراكز. المركز الثالث تقدم شعار الاحصار الغربي القادم والواصل بانطلاقه رسميه عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري حمود بن محمد الوهيبي من يتابع انطلاقه هذا الشعار. المركز الرابع أتابع على رابع المراكز هملولة محمد بن سالم بالعود العامري يقدم لنا أيضا شعاره قادم من مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة ولأيضا تقديم هملولة في هذه الانطلاقة الجميلة. المركز الخامس القادمة هنالك التواجد والقدوم من قبل مفنوده للعفه بن خزع بالعفه العامري ايضا احد الاسماء القادمه من مدينه العين. هذا هو النداء الاول للاسماء الخمسه الاولى الحاضره والمتواجده بمسيره هذا الشوط. وبعدما اتممنا هذا النداء الاول نعود ونتحول الى الصداره الى المقدمه الى القياده الى المملكه. الله هي المملكة، المملكة بكبرها تشارك بهذه الانطلاقة وأبناء المملكة يتابعون هذا الأداء الكبير بتواجد هذا الاسم المثير على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة. سعيد بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري من يمتلك المملكة يتابعها أبو هلال بعملية التضمير اللي ما يزال يتابع انطلاقة المملكة على المركز الأول. لكن أمور الصدارة تغيرت من قبل تواجد هملولة. الله يا سلالة الهملولية هذه اللي تجري بعروق هملولة من غيرت مجريات الشوط. انطلقت مع محمد بن سالم بالعود العامري يعلن الوجود لشعاره ولتقدمه على المركز الأول وعلى الصدارة. المملكة على المركز الثاني متواجدة بشعار العبيد بتقديم هذا الأداء المميز. المركز الثالث ثالث المراكز أتابع جبارة، وصلت جبارة لتقدم الإثارة لتبحث عن السيارة بانطلاقتها المميزة. على المركز الثالث حمد بن سالم بن سليم الشيبان الكتبي يقدم لنا شعاره مع انطلاقة المركز الثالث. والمركز الرابع الواصلة مفنودة، وصلت مفنودة الموجودة بالانطلاق مع النداء المتواجدة لتسلل بدورها الى المركز الثالث. العثة بن خزع بالعثة العامري من يمتلك هذه البطلة المتواجدة لتاتي على المركز الرابع جبارة. المركز الخامس الله يا الغدوم والوصول لثالث الاسماء، وصلت الظبي، وصل بالعوضي المنهالي ليقدم لنا شعاره محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي مع الظبي. هذا ممثل الوثبة الرسمي يقدم لنا شعاره بانطلاقة هذا
الشوط. هذا اللي القادم بمنافسات الكبار، بمنافسات الكبار وانطلاقات الابكار، ليقدم لنا ايضا قصه جميله مع امتار هذا الشوط. هذا هو النداء الثاني للاسماء الخمسه الاولى الحاضره والمتواجده. اعود الى الصداره ليستجد النداء مع المقدمه لاتابع هملول المتواجده في صوله وفي جوله على المركز الاول على المقدمه. تقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة الحاضرة على أول المراكز، تعود ملكية حملولة من تتواجد على المركز الأول وعلى المقدمة لمحمد بسالم بالعود العامري على المركز الأول. المركز الثاني تقدمت بهذه اللحظات ضبي الفلا رمز العطاء، وصلت مع أيضا ممثل العاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنطلق على الصدارة، لتنطلق مع المقدمة ومع أيضا انتصاف المسافة. باقي 4 كيلومترات يا بالعوضي، بدري الأمور، باقي هنالك 4 كيلومترات عن المسيرة عن الانطلاقة، لتبدأ بالمباعدة بالانطلاق مبكرا على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني هذه هملول اللي على المركز الثاني، تعود الملكية محمد بن سالم بالعود العامري. المركز الثالث التقدم من قبل منفوذة للعثة بخزع بالعثة العامري، هذه منفوذة اللي على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع المملكة سعيد بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري مع المركز الخامس ومع الرابعة، الخامسة المتواجدة والمنطلق على خامس. التحديات جبارة، حمد بن سالم بن سليم الشيباني الاكتبي يصل بشعار ليكتب اسمه مع اسماء الفائزين المتوجين بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة. لنعود بحضراتكم لنستجد معكم مجريات المقدمة، لنتابع جديد الصدارة، جديد المركز الأول، الظبي على الصدارة، الظبي على المركز الأول، مسيطرة تمام السيطرة على مجريات الشوط وعلى مقدمة هذا الشوط، باحثة عن سيارة، عن ناموس، عن مادة الزعفران، هذه المادة اللي تكرم بالمراكز الثلاثة الأولى. ونحن في هذه اللحظات نتجاوز لافتة 3 كيلومترات لنذكر المشاركين بجائزة هذا الشوط، تويوتا لاند كروزر جي اكس ار، هذه هي الجائزة لمن سيحظى على اول المراكز ولمن سيحظى على المركز المتقدم. ركز يا ناصر بن بكيت من يتابع انطلاقة الظبي على المركز الاول. الله يا بالعوضي يقدم لنا شعاره، هذا الاداء الكبير، شعاره المثير المميز على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني السلالة الهملولية حاضرة متواجدة بانطلاقات الكبار لتكون هي من أقوى المنافسات في هذا الشوط، لتتواجد على المركز الثاني. محمد بن سالم العود العامري يقدم لنا أيضا شعار ليعلن تواجده مع هذه الانطلاقة. المركز الثالث واصلة على المركز الثالث، متقدمة مفنودة للعثة بخزع بالعثة العامري على المركز الثالث. المركز الرابع المملكة تحضر بشعار العبيد لتنطلق على المركز الرابع، سعيد بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري وسعيد بن هديبان من يتابعها بعملية التضمير. والمركز الخامس خامس الأسماء رسمية بانطلاقة رسمية تحضر معنا بشعار عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ليتقدم الإحصار الغربي وشعار على المركز الخامس. بكيلوين باقي كيلوين عن الناموس عن التتويج، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط مع هذه الأسماء المتواجدة المنطلقة والمتنافسة. بدأ الظهور للشعارات اللي خلف الأسماء المذاعة، خلف الخمس أسماء قادمة نتابعها مع مخرج هذا السباق في هذا الكادر أسفل لشاشات قناة الريان الفضائية. شكرا للسادة، شكرا مشارف، هذول المخرجين المميزين الذين دائما يلتمسون اللقطات المميزة ليستمتع العاشق لهذه الرياضة خلف شاشات قناة الريان الفضائية. لنعود
يعود إلى الصدارة إلى هملولة يا راعي هملولة. وصل قسيل جارف من الثرايا البكار لأيضا يبدأ هذا الاختبار الحقيقي من الشعارات المتواجدة. هملولة على المركز الأول، محمد بن سالم العود العامري المركز الثاني، وصلت مفنودة للعثة وخزع بالعثة العامري المركز الثالث. المملكة قادمة، المملكة واصلة، سعيد بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري وبهلال يقدم لنا أيضا هذه الانطلاقة الجميلة. المركز الرابع وتابع سلهودة تصل لأول ندى، حمد بن صالح بن سعيد العذبة المري. والمركز الخامس وصلت الخطيرة، تقدمت المثيرة الفاتنة الفاتنة، فهد بن ناصر بن حمود بن شافي الشافي يقدم لنا شعارة بانطلاقة المركز الخامس لتتسلل المركز الرابع. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة مع هذا الكيلو الخطير، مع هذا الكيلو المثير، لتبدأ الأسماء بالتحركات بهذه اللحظات. انطلقت مفرودة على المركز الأول، لكن قادمة سلهودة، سلهودة قادمة بانطلاقة المركز الثاني، حمد بن صالح العذبة المري. والمركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من شعار بن رشيد، وصل بن رشيد أيضا يقدم لنا شعار هنالك شوق محمد بن حمد بن راشد بن مبارك المنصوري المركز الثاني. الله يا هذا الشوق، مفنودة على الصدارة، شوك على المركز الثاني، المركز الثالث قادمة بن شافي، أو هنالك قدوم لبن زيتون، بن زيتون قادم وشعاره يصل مع ما تخاف محمد بن عتيق بن زيتون المهاري قادم. الله السيارة 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 الناموس، شوك شوك مفنودة كذلك ما تخاف ما تخاف، والخوف من ما تخاف لهجمتها الأخيرة لانطلاقتها للسيارة للسيارة. المجازف المجازف جازف في هذا الشوط، قدم ما تخاف وانتزعت السيارة مع أول المراكز ومع ما تخاف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لله درك المجازف. المركز الثاني شوق محمد بن حمد بن راشد بن بارك المنصور. المركز الثالث مفنودة للعبث بقزع بالعبث العام. المركز الرابع وصلت سلوت لحمد بن صالح بن سعيد العدبي المهيري. المركز الخامس كان الوصول من قبل هملول محمد بن سالم بالعود العامري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا معكم المنافسه التي دارت ما بين الاسماء والشعارات الحاضره والمتواجده. ما تخاف، وفعلا ما تخاف من انقضاض الناموس هذا الشوط. توقيت الزمن 12:25 بدون اي جزء من الثانيه. التالنتر كان محمد بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت مشوق 12:26 خمسه جزء من الثانيه. الثالث تركه محمد بن حمد بن راشد بن مبارك المنصوري. المركز الثالث مفنوده توقيتها 12:27 6 اجزاء من الثانيه. التهاني والتبريكات للعثه من خزع بالعثه العامري على هذا الفوز المستحق.